بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا وحوكد لابن يا آيات قنطن يا شنات وصورة الحج كاملة. إلهي سبحانه وتعالى هو نوضرته ورمي عشر كان هاجوه ودن بيهي. قال له هو نسويه سبحانه وتعالى الله وحو صغى يا آيات كيس عيو صغى يا هو حاوية الله ويا له وحا شايدانك اوهيدا يو تدمعه وغيا لك هو قلبه وضا مرلق وقدره شكل يا منافق لماذا قبا يا الله أبطال هو إن جكتوله إلهي سبحانه وتعالى أو مشكتين تا هو أي كئي جكتقوه صغى حقا إني أقبلان هو ظالمين تا هو إلهي خلاص أي كتبين ينود إلهي أو حق تفقود إلهي أو طويلة والنبي عليه الصلاة والسلام يمؤمنين تأي خلاصين هنوهي إيها الدعوة هو يود إلهي الله سبحانه وتعالى وهو يا وليعلم الذين والإلهي هو إني أغادان أوصل العلم علم جلسيه وتوحيد كي قرآن كو علم له قرآن كو حق إنه يهي أو حق هب لا يسأها ذو الإلهي أو أيهم أيان ووها وي قرآن كاسنا قروب فوضع يصحى في شور إلهي وإن الله الله نقول إلهي لها دي الذين كو مثل هنا أيوي آمنوهم إلى سراد طريق أيو كان هنا يا طريقة سوى مستقيم أوصوصا ودينة إسلام تعود هي الله الله يغير سبحانه وتعالى ولا يزال الذين كو تجوي لما ينكفروك في يوم إلهي في مرية شك إني كنت سبينهين منهم من القرآن القرآن كأيو سبينهين وحيابها الشيطان كو طورا يو وهذا مع النبي اللسان كيسينا الشيطان وحكوهي كرم لكن وحيابها الشيطان كو كوة واسينا يو وقرآن كأو حمينا يو او اصابير الاولين ويقوليها وسعر اوليها وسعر اوليها وكهانة اوليها وحيالها سأيها لغو معنين اياه مرسى الله وحوه الله سبحانه وتعالى كم زولا ينقوه كفريه في مرية شك انه كتبينهين منهم من القرآن القرآن كي يوجد كتبينهين حتى تأتي ومستاعة ساعة انت يوغى ايمانا يصوبها يقلق بغتة كده يوغى ايمانا حتى تأتي ومستاعة فعاد انت هو غير امانيسه ضغطة تنكره هو غير امانيسه اي عاد هذا وحا ساعد انه غنيسه ما لنت لمن ايها بيت ماله ساعده دواقنت اقصى قيامته بقص قيامته يفقن سنوات تاتوي هو ان بس ياتيهم هو غير امان او الالهي عذاب يوم يوم عذاب في سول الالهي عقيم او بركة ليئة هو ان بس ياتيهم هو غير امان عذاب يوم يوم عذاب في سول الالهي عقيم او عقيم وبرك الله يوم كاسد وحا لغو استعدالنا وضعين يوم بدر لي خير او مصغنان كفارت وي واريح العقيم في وقلوي وان خير لإيمانين اما وحا وي تدغى ما لنت قيام وقصان يسوي جاي الملك ملك يوم اله يوم اذن ما لنت اصوى يوم القيامة لله الله ايو اصغنا دول الهي الملك ملك يوم الهي يوم إذن معلم تأسوه يوم القيامة لله الله أيو أصونا بيحده وي وحك له أمورك الشيطان يا مجران والله وحوله الدونا قال يبدو مركي فيه مادان لمن الملك اليوم ملك اليوم أصونا ضمان شبه له وليه مركا سؤال له وليه لله الواحد القهار إلهي الواحد القهار كأي أصونا به هذا ملك بأبيلها مركا لجوغلا إلهي الملك هو أصونا به لكن وحاوية ملك الحقيقة هي ملك مجازبة هيا وحاوية معلم تقيام ملك إلا جاره وحاوية ميسة صباحا ملك مجازي هيا صباحا معايا لعد والبا وحاوية معنى إساء أيضا وكالي هذا وحاوية أهل إيا مال إيا مدنى أنكوتي سنين وصدر الله ضريئة أي معنى إساء لكن الدنيا ملك الجوه قفل ملك بو شيغانا ياهو وحا سواء ملك يوي وحا سواء ملك فلان أيال اللي هاي ووح مجاسي هاجرة فيا مضى مرتا وحا لماية وح مجاسي ها لماية حقيقة تنميك الإلهي الدنيا آخر الله أساء الله يقول سبحانه وتعالى يحكم الله واحد من هو الإلهي بينهم تحرض هو الإلهي وفارت أي مؤمنين تحرض إلهي واحد من إياه في هذا الإلهي نوع بينه يحكم الله واحد من إياه
بينهم لحوض أيوه منايا فالذين قوة آمنوهم يوضع يقال وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوصوبا في جنة سنة عيني من أجل جنة جيدة أي أهانيا فالذين قوة يوضع يقال آمنوهم يوضع وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوصوبا في جنة سنة عيني من أجل جنة جيدة أي أهانيا فضلئوا إلهي سبحانه وتعالى حجي سأويني أي أهانيا والذين قوة كفروك في يوضع إلهي وكذبوا دينيي بآياتنا آيات كينا والذين قوة كفروا كفر يوم إلهي وكذبوا بيني بآياتنا آيات كينا فورائك قوة صور إلهي لهم ها أصونا ذي عذاب عذاب أيا أصونا ذي عذاب كاسو مهين في إهانة إهانة الصاحبة لبدا الصيب وضاب لك لنقونا يا شك مؤمنين تا هو إلهي رسول في سرمي عمل صالحنا لي مدي جنات نعيم إهانة يا هو كفري أو آيات إلهي بينيني عذاب او اهانة لأ اي اهانة ينا يكون والذين قوة هاجروا هاجرون الهي في سبيل الله اله جدك سكو هاجري الهي دا علي سكو هاجري اشتغى وقت قوة ربيل الى مكان لقى هاجري جرى مدينة له هاجري جرى وامد وي اشتغى مركاسي الهي سبحانه وتعالى دا عديس الوه سوضو معاصي لقى هاجرنا ايضا مد وي جهاز سمارة سياكي سبيل الله الوجه هذا ايضا هترى الالهذا هجرد اني سد حق يبوض ايساي وانا غران اصوه مرنيو وقل نسا ميساد عينو اصوه مرني الله اولو سبحانه وتعالى والذين قوة هاجروا هاجري في سبيل الله اله جدك سفو هاجرون الهي ثم بعدي يدود الهي يقتلون للجلي او امسا ما صوء السبنتي ليرزقنهم الله الله وارزقيا او وارزقيا حسرا 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 صوحا سنع وناسن فاسعوا حويه في الجنة اهوي لا يرزقنهم الله الا ويرزق يا هو ارزق يا تصرف رزق اي الله كو ارزق يا رزق سو حسن وغناسه وان الله علنا له هو الله خير الرازقين انت وحرزق الله خير وي وان الله الله ودلاه له هو الله ودلاه خير الرازقين انت وحرزق الله خير وي الله سبحانه وتعالى افضل المعدين وي الله لا يدخلنهم الله يوجد ويوجد نور اله مدخل نور اله جن اي اله جنيا ويرلونه ايسرها ليهين وجمدا وان الله اعلن لعليم عليه علم لوي نيات كوية حليم عليه دلقات بدنوي عقوبته ذن الهي كتو ضد جمع يقفك متيس عقوبه الله يقول سبحانه وتعالى ليدخلنهم الله يوجد ان اوه جنود الهي مدخل نود الهي جن اي الهي جنيا وحاوه هو مستأنف الهي ان هو حالة بالدلية لا يرزقنهم الله ذات عيال هذا الدنيا مدخلا هديل الى ادخالا وهي امسا مدخلا وهوي المكان وهي مولع يا الهي الدنيا مولع عاصو يغلونه ايسرها ليهين وجمده وان الله علنا العليم عليك علم لوي والهي ادو من كيسة هو الجمد يجرنا الهي عالم ايوكيه فيوح الهي كبر صور مجران سبحانه وتعالى حليم نور الهي الله في الدلقات بلنوي عقوبة الهي تسيد الدجمعي على من عساه قفك عاصية بل الهي ذكر واسوبيا سوى حوي عيوصة وبطيانان هو الله سبحانه وتعالى هو صور نغلان ومركز جمع يكون مكيسان سوى عساء الهي وفادنا ياهو الهي حلم جيسة ايا ادي ادي وين وين ذلك ذا نوا خبر مدديس ومحلوف يا ليل الامر امر في يوم الهي ذلك ساعات وين فعلى إسانا يا الذي قصصناه عليك كاس عن قوصة وقصوة نسيك محمد شاو أمورها الثور كهو لغصوة وهمي أرنت واصلة سا إلهي لي وعدك مؤمنين تلوص وشيغي هي وعيد تقفار تلوص وشيغي مشار إليه وكاسا لإلوهي مرس إلهي غير سبحانه وتعالى الأمر أمر كذلك كاس ويود إلهي ومن عاقب الروح عقابا يود إلهي بالنسبة لما سي مثل كيسة وحق أقابا عقوبة به اللغة أقابوا لإلهي ثم بعد جيرو لإلهي بقية عليه لغو قردر صدو لينصرنه الله ألا ووغر جاري ووغر جاري إن الله ألنا لعطون ألي عطين بذنوي مؤمنين غفور ألهب عطوي إلهي عور سبحانه وتعالى ومن عاقبه أقابوا لإلهي ومن جازان من المؤمنين ويقصوا حجاز يوم مؤمنين تكمده
بمثل ما شيء مثل في سنة وحق عقابة وقل به سجل وعقابة ظلم او مشركين كأوذين لي ظلم لا سهر كدي ووعوية السد دافعي يقول لي يجيسو فلنجيسي والله الدقالي قالت كما قاتلوه وي في أولى الدقالة من إلهي سبحانه وتعالى وأقر قاله يا سبحانه وتعالى الله أقر قاله وي لكن على شيء أيضا وهي سيد التالي بقوم مشركين تكمله أيها وحي لكم من باليري قوم مسلمين تكمله أيها وبيش المحرم ربها بين عيسى عصان ثالي مركزي وعيد هنا لكفارتي أصحاب محمد وهي كهذان دقال سبلها حرمضة له دقال أي مفوق عظم مركز دقال إنه يفوق عظم دمعين ودقال صوى ذان قال لي مشركين مسلمين توي أهديين لي فوحي ذا لي ورأنه إذا لا دقال لما ينبلها حرمضة لنا جاي ويديرين ذا مركز دقال كوي سوق هذه المسلمين توي سدى تعينا لي إلهي هو قرقارا لي وقال ذا واجبنا لي تاس أيها مركز الإسارة يها لي فلماذا قالوا يا إلهين ليس سيد السيق ولا مشركين تكمدة هو صورة حميين هو المعرفة يا مؤمنين تكمدة في جلين بالي مارين سيحدوحا كمدة هاي سيدنا حمزة هو وحاوي يفتحهم لو صورة حميين جلتي صلى الله عليه وسلم مركاته حالي رسول كينا عليه السلام أيو أهنتاس أيو مركاته كبارت إنو إنتاسوك لكوحي قاباية فاسو قدر سالي نوي عليه السلام او هودا نوي عليه السلام وعوية طلبات عيوية كمدة ايان انه سورة سميد وانا هودا وانا سومرنا يو واتي الهي ويري وين عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم واتودا الهي سبحانه وتعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين حيونا عليه السلام انا استبع في واتي تشف عرب وتوراء نقصوا ميد بركة تاسنا والا سيدا مرك الله وحده سبحانه وتعالى ومن عاقب روح عقابون إلهي بالنسبة ما شيء مثل كيسة وحق عقابة وقيل به سجل وحق عقابة ثم بعد يرون إلهي بقية عليه لغو قرب الصدر أو ظلم وحاوية وجماله بسلم وحاوية منزل كيسة لقب حيو بينصر أنه الله ألا وأقر جارة وأقر جارة يهود إلهي إن الله ألنا لعفون عليه عسن بذنو يمؤمنين تا غفور على هو ناسوي دغال كمركاس اي كو غلان سيي اورا سو نزول كا دي ان رانو بلا اسو حرمكا بلا اسو حرمكا انا لا دغالين هي وها ايده هور ايا سدا سيدو اسلام كو بلا وين سي ساس هادي لكن سورة البراء واسان كو سو ما جيرنا ان لا نستقيو بل او حرمله اي غير سيدو ان ان غالدا دغال كو دمر نبا ان لا دينين ذلك كاس او نصر هود الهي او مؤمنين الهي او غرغاراي بان الله بساجة ان الله على صحب كذا يكو هاتي يولي جل ليلة هذين كالله او دح جلناي سن هاري مالنت او دح جلناي او هاوي مالنت يا زياديسة هذين كايا نقطاناي ذلك كاس او الهي بان الله بساجة ان الله على صحب كذا يكو هاتي يولي جل ليلة هذين كالله او دح جلناي سن هاري مالنت ويجون نهارا ما يمكن ألا ودح جلناي كل إلى هذين ودح جلناي هذين كذا زيادة ما يمكن نقطاني أو متى أوين كان نقطان أيام متى ثلاث زيادة وأود على سبحانه وتعالى أين تصيرين إيسا يو أن الله ألا وإله سميع على المغلاين وياه بعد مؤمنين تا بصير على عالم تاين وياه أي أرم تطاعوا إلهي يو أن الله ألا سميع على المغلاين وياه دعاء المؤمنين بصير على عالم تاوي معايا لإلهي إيمان أيو دحلو دجريي مركزا إلهي سبحانه وتعالى جعلو دعيو أسيبي أدن الله وفودا إذالو تنطرق أطول إلهي أيضا صدر عونه غنية بأن الله بسادة عن الله على طوب كيلي شاهدتي هو الله الحق متحقه صادر إلهي وأن ما سيدعون إعابوه يا المشركين ومن دونه إلهي غير كي ثاني والباضل متبال دلقو إلهي ذلك كأطول إلهي لأن الله بسعادة أن الله على صحب كريك وآتي هو الله الحق ومتحمده ويهي وأن ما سيدعون عابديان ومن دونه إلهي سكدي ثاني هو الباضل ومتبادل ويهي هو زائل ويهي وأن الله الله هو العلي علي قرهيين ويهي العلي عن كل شيء على كل شيء ويهي كيف سأل الله وفطر هاي بكل شيء وفطر هاي الكبير الهوين ويهي إلهي سبحانه وتعالى ووحكا سوء 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 هارك وين
ألم ترى سوء معجزة إلهي أن الله ألا أنزل إنه دجيه من السماء استمد حجيرة ما أن مدر أوكسه دجيه بس أو حال يبقى جلية لح أدل هو عبدين إلهي إنه حقيه أن الله وحال هذا إلهي مسؤول سبحانه وتعالى أن الله هو الحق أيوه نصور إلهي إلهي سبحانه وتعالى ومن حقه هو صعب ذوي أيون إلهي سبحانه وتعالى مرتين إلهي ساس وكسف وضي الدلع الدين يسي أي هل كان إلهي سبحانه وتعالى له شيء ذي لح الدلع ومركز ساس عبين أي هل كان هو إيمانه إيه الله كسوها رمائي باد ليهين مرك هذا حقيقة مرك إلى دليل كالتالي روحو التي جئوه هالي للدليل أو مركز كهر يالي الدلع مركز ما كان وحاقص وحلي إلى تحرق أيالي فجد أي مروى بكر له في ألاوي الله يقول سبحانه وتعالى علم ترسو موجود إذ أدية قدام كان نبوي عليه السلام استفهام كان للتخير وي هاوي علم ترسو موجود أن الله قال له أنزل إنه دجي من السماء استمد حقيرة ما أن مدر وكسو دجي الله سبحانه وتعالى إنه استمد مدر كسو دجي سو موجود هو فتصبح الأرض أرضي أي أهانيته مخلرة مثل عجاري أي أهانيته نبات كالتغف في سويه كاسنا وحويه أترك إلهي قتلي سيطمتها وتصبح الأرض يوم إلهي أرلغي أي أهانيته مخلرة من الحجاريه إن الله الله والإلهي لطيف عليه ترد برنوي الدومين في سواء أطرايا في إخراج النياد والماء في إخراج النبات عن إهلاء بالماء نبات كاس وحويه إلهي بيه وخصوه بحناية لطيف إلهي في ترد برنوي الدومين فيسا خبير عليه بعد من كور قضاوي وغلوب كور كتبا وإله سبحانه وتعالى غير فيها يا عالم فيها مرك مدر كاللقاء آخره ومدر كجيب ودعه فتك قلب جيسة وحد جلاية ومرك هسيح وقا يأتي قوصة شغا إله عالم أيو فيها مرك هسوي إلى مرك إله الروك وفينا يو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنضوه يو الإلهي الله وامتك مدر كفينا مرك ضفت أي قوصان مرك إلى لا إرسى الروكومة إن أيو مرك وهو مرسي إلهي روك وفينا إلهي أبنى الحول سبحانه وتعالى له لله الله حاوصه ناضي ما مخلوق في السماوات السماوات وكسوغا إيه وما مخلوق في الأرض أخرى كسوغا له لله يوم إلهي الله حاوصه ناضي ما مخلوق في السماوات السماوات وكسوغا إيه وما مخلوق في الأرض أخرى كسوغا وإلهي ملكا وخلقا وعبيدا وسيليه وإن الله الله والإلهي لهو الغني الهد يختنوي وإن الله الله والإلهي لهو الغني الهد يختنوي إلهي أدو منك سواكد يختنوي الحميد المحمود عليه لما هديوي وحقصنا إلهي والله ما هدينا يا أمس أدو منك فيما هديوي أو صوابيوي الله سبحانه وتعالى أدن الله يقول ألم ترسو مؤذي يوم إلهي ألم ترسو مؤذي أن الله الله سخر لكم كان إذين سخر إنه إيهي ما مخلوق في الأرض الأغلب كفو ظنور إلهي بها إنت هي غير كل ذلك ما مخلوق في الأرض الأغلب كفو ظن إلهي سبحانه وتعالى إنه إذين سخر أن الله ألا سخر لكم إنه إذين سخر ما مخلوق في الأرض الأغلب كفو ظن هي والفلك الدينك يوم إلهي هي والفلك جمع يومك الدوالي دومنك نوع السريفة تجري حالي جروريته في البحر بدء في الدوريس فقد يحمل انت بأمره إلى أمر كيسة إلى الكيسة وإن تلك الله إنه هينا يسمع يقول إلهي السماء السمدة أن تقع لألّا تقع إنه يسنقل عن على الأرض أهلاد يسنقل عن إلا بإذن إليه إن كيسة موية وإن تلك السماء السمدة الله إنه هاي يجد السنين والإلهي أن تقع لألّا تقع إنه يسنقل عن على الأرض أهلاد يسنقل عن فرسالة إلا بإذنه إله إذن كي سمويه ومركة سوى حوية الهلاء سنتان إن الله الله وضع إلهي بالناس ذاتك للرؤوف الذي أخرى البنوي إن الله الله بالناس ذاتك للرؤوف الذي أخرى البنوي رحيم الذي أنحر سوي وإلهي سبحانه وتعالى تسخير كاس يعنتاج كاس أيا إلهي أخرى البنوي كمضان إلهي مركو تاغي هل كاسي تاغنتاي أود إلهي تاغنتاي عد مخلوقة وهو هذا يتوضع لما انت احتقى وسط لها مجرد وهو الله وده إله سبحانه وتعالى وليه الجلد يا سعوته الذي الله هو أحياكم بذنوريه
إلهي هو إن كنوا لي على قوة إنساء هو إلهي سبحانه وتعالى عدم أيد كيسي وهو الله الإلهي الذي الله وهي أحياكم إذن أوليه ثم بعد يلا يميتكم إذن جلاية عند انتهاء أجالكم ويأجشين مطر لماس أكثر ثم بعد يرون إلهي يميتكم الله إذن جلاية وهي ثم بعد يلا يحييكم الله إذن سوان ولينا وهي بعث بأسكيسة هي إلهي إذن سوان ولينا يا لأن الإنسان إنسان يقول إلهي مكتب كافر تاعي لكفور نسك قنب نوهي وأن عمت إلهي أيوك كفرنا يا توحيدك الله أيوك تغيى مرتاسو إلهي أشريك يرى الله قرب لغيى وحبو إلهي قرب لغيى إن الإنسان إنسان يقول إلهي وكفور ومسك قنب نو إلهي نعمة خالقية أيوك ديلا يا إلهي غير سبحانه وتعالى لكل أمة نو إلهي أمال لأرك كل جيدة جعلنا وحان أيالنا من سكن نو إلهي شريعة أيالنا لكل أمة نور إلهي أمد لعرف كل يرود إلهي أو معناه أهل الدين أوي مراك أمد وحوي من له ملة وسعوي خلاص دين يسعر إسكاوي لكل أمة أمد لعرف كل يرود جعلنا وحان أوي نور إلهي من سكن أيان أوي نور إلهي شريعة أيان أوي نور من سداسوهم أيوه ناس يفوه أي فعمل فلا ينوي أي فعمل فلا شريعة فعمل فلا ينو سمين فلا ينازعن قول إلهي في الأمر يقول إلهي فلا ينازعنك يسم كل بيدن يسم كل بيدن وإلهي سفار مكو في الأمر أمر في يسم كل بيدن فهو حوالي أمر الدبيح على جوضة محايا لو حيلا بيب ما قتل الله وحق أن تأكلوه مما قتلت وإلهي إلهي أوجلي أياك وحق أنه مبغى أن يأتي أنتين واحد يمكن بشين فهو حيلا بيب ليسد حلق ونو بركة أمدول بإلهي وحودها أحكام أحكام الدين أيام أيامنا ومسكت أو معينة أو مراها كميروي مركة سيها أيام وحوية ومدول بمنهج أيام يسكالها يلي وي مركة سيها حوية يقص حنيس فلا ينازعن قول إلهي يوسن مارك ياك ولد دولي يوسف ولد دولي في الأمر أمر قول إلهي يدعوه يردد قول إلهي إلى ربك إلى دين ربك رب على الدين هي سويه يدعو يرو الاله سبحانه وتعالى الى ربك رب على الدين تسوي يرو الاله محاولا انك ارغو سيدك محمد كهو لعلى هدى فمن ايات قصة من قول اله الدين مستقيما او صوتا انك ارغو يرو الاله لعلى هدى فمن ايات قصة من مستقيما او صوتا او اله دين صوتا ايات قصة من برك ما دام الدين صوتا ايات قصة من وحادث سؤيه سعود اله رب على الدين تسويه إلي دينك إلهي أو صوتنا أليس أيها خطبنا واحد صوتنا الضغط هي ستو إلهي وكثير مركز أيها دفك إيهري سه لكن غبت بهذا الخطبنا إنه دفك إيهرا معهن وإن جادلوك أبي خلط وضعنا والإلهي أو أمر دينك خلط وضعنا فقل حيوثل هذا الله ألا أعلم ولي أكتنوي بما تعملون واحد عمل فليسين إلهي وهو عالم عيوثية وأن إذن كجاتنا إياه أطيئة وحالي وانت رسولك عليه السلام جهاد كان لفرين عليه اي هذا برك النبي جهاد كان لفرين انت في لغة جهاري مايو وان جادلوك بيك لدوضان او الالهي فقلوا هاوثر هذا الله ايا اعلمك بما تعملون وهد عمل قليسان الهي وعب يواني من كجه سنية الله الله ادهو الالهي يحكم واحد من ايا بينكم بحلين ايها المؤمنون والكافرون ويه فداب كان حقد حيالي الكفار سي مؤمنين الله الله يحكم وحكمنا يا بينكم لهدينا يوم القيامة قامة مالين كيدا فيما سي أيونا حكمنا يا ثمتم على هاتين فيه سدى تختلفون في السكلا واحد السكلا فين هو أبو الدين كاهي أيا إلهي نفكر أيضا حكمنا يا ألم تر عيون إلهي سبحانه وتعالى سوموه بيث هداني اتفاقه والتقرير وي ألم تر سوموه بلول إلهي أن الله الله يعلم إنه أفتوني هاي ما مخلوق في السماء سمد كتبا هي والأرض أهلها كان كتبا هاوي ألم ترى سومو بذول إلهي أن الله الله يعلم إنه أوجي هاي ما مخلوق في السماء سمد كتبا هي والأرض أهلها كان كتبا إن ذلك كافل صوش يقول إلهي في كتاب كتاب أيوء هذا كتاب كافل الله المحدود وهي وحكى الصوء إلهي سبحانه وتعالى معلومات كيسا لا يتيالين الله المحفوظ يتيالين لا يهود سبحانه وتعالى إن ذلك خاص أيضا إلهي سبحانه وتعالى
في كتاب نور الهي كتاب ايوه هذا الهي كتاب قاسو الله المحفوظة ان ذلك قاسو الهي علم ما ذكيه انت على قوش هذا علم قوضه على الله إليه كرسيسا يسير مثل سهلاً وي إن ذلك عيود إلهي قال صوشي وي قوله علم العادول لأغاذنه على الله إليه كرسيسا يسير مثل سهلاً وي وأمورها ترغى بضنه وسماوات كأي أرلغى يوحى الله لوحى صلوك تعلقه إلهي علم جيسا ويكسى ليهين ووح إلهي سبحانه وتعالى رئيسكها يماعاً وي علم دي إلهي علم بلاراً وي وعنا هين سر علم المخلوقات عنا هين بركة الله المحفوظ أيضا وحو البكوك رنهين ووح مركة سوى حوالي إلهي معلومات كيسا وكما قانا إيسان جرنالي أيها الدنا وحوالي علم إلهي أيها الدنا وحو البعي مركة سي لقوق يا ربنا وحديها تعالى الله المحفوظ كلا يتكبع فون وحبا أن يقوق رن إلهي علم يسا وحكا إلهي وخلونا كلمتي رنها بيرا سيوي أرمنا سمرك وحيث سنعيسا الله سبحانه وتعالى ما يلو غغب احتسره مرنا وين يسنجرين مرك وحوهي عشر كين انت سيوك اجيه والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.